جهود الفرق العاملة على تنفيذ خطة دبي 2021. وقد أظهر التحليل بأن تعزيز القراءة في منطقتنا لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطوير البيئة المواتية التي تضمن زيادة المعروض من الإنتاج الأدبي والفكري باللغة العربية على وجه الخصوص، حيث تلعب صناعة النشر والنشاطات المرتبطة بها دوراً محورياً في تطوير هذه البيئة. وهو أن استثمر هذا المقام بحضور هذه النخبة المميزة لأشير إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بصناعة النشر في العالم العربي وفي المنطقة بالذات، اعتماداً على ما أبرزه تحليل فرق العمل المشار إليه أعلاه، والتي آمل أن يتناولها النقاش في المؤتمر على مدى اليومين القادمين. وأبدأ بالإشارة إلى أن صناعة النشر شأنها شأن أي صناعة أخرى لا يمكن أن تزدهر إلا بضمان شفافية كاملة فيما يتعلق بطريقة أداء عملها، بما يعمل على بناء الثقة بين الأطراف المشتركة في هذه الصناعة. وأخص بالذكر هنا العلاقة بين أهم مكونين في هذه الصناعة، وهم الكاتب من جهة ودار النشر من جهة أخرى. ومن مظاهر هذه الشفافية توفر البيانات والأرقام الدقيقة حول حجم المبيعات والأسواق التي تستهدفها وحجم الطلب المتوقع. لأن توفر البيانات التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع هو عنصر أساسي في إيجاد بيئة مواتية لازدهار هذا النشاط الحيوي، وشرطاً لا غنى عنه لجذب المواهب الدواقة للإنتاج الأدبي من جهة، والمستثمرين الحاملين لرسالة النشر والثقافة من جهة أخرى. في هذا السياق فإنني أشيد بالفكرة الداعية إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإصدارات باللغة العربية على غرار ما هو معمول به فيما يتعلق بالإصدارات باللغة أخرى، بحيث يكون الرقم الدولي المعياري للكتاب مرجعية مفيدة تستخدم في الحصول على كافة البيانات الخاصة بهذا الإصدار أو ذاك، بما في ذلك الأرقام الدقيقة حول المبيعات. إن إنشاء قاعدة بيانات كهذه هو بلا شك في مصلحة كافة الأطراف، بما فيها الناشر والكاتب والموزع وصاحب المكتبة وصاحب الاهتمام من الباحثين والمؤسسات الرسمية، وقبلهم جميعا في مصلحة القارئ والمثقف. وإذا أصبحت الشفافية ثقافة متجذرة، بحيث يصبح الحديث عن تطوير عناصر صناعة النشر متاحاً من حيث أهمية تطوير التحرير الأدبي كمهارة وعنصر رئيس في ضمان جودة النصوص المشهورة، كما يمكن الحديث عن إدخال الاتجاهات الحديثة في التصميم والاعتراف به كعنصر هام في إيصال رسالة الكاتب إلى القارئ، مكملاً بذلك وظيفة الكاتب وخاصة فيما يتعلق بالكتب الموجهة للأطفال واليافعين. وبشأن هؤلاء من أبنائنا، فمما لا شك فيه أن السنوات العشر الماضية قد شهدت تطوراً كبيراً في الإصدارات الموجهة للأطفال باللغة العربية، سواء محلية المنشأ أو ما هو مترجم منها عن أعمال بلغات أخرى. وإنه لمن الأهمية أن نولي الاهتمام ذاته لتلك الفئة من أبنائنا الذين تنحصر خياراتهم بشكل كبير لمجرد وضعت أقدامهم خارج مرحلة الطفولة، شاقين طريقهم نحو البلوغ، فلهم يستسيغون ما كانوا يقرؤونه قبل بضع سنوات، ولهم قادرين على تذوق ما ينشر للبالغين. فيكون الحل الوحيد للكثيرين منهم التوقف عن القراءة أو التوجه نحو ما يصدر بلغات أخرى لمن توفرت لديه المقدرة اللغوية اللازمة. أعزائي الحضور، إن تعزيز صناعة النشر ورفع تنافسيتها في العالم العربي هو الضمانة الوحيدة لرفع السوق العربية بإنتاج لرفض السوق العربية بإنتاج فكري وأدبي على أسس مستدامة، بما في ذلك أن تكون هذه الصناعة قادرة على مواكبة الاتجاهات الحديثة في النشر الإلكتروني والنشر الصوتي وتطوير المنصات المختلفة للوصول إلى القارئ. وأنا على يقين لأن الإقبال موجود، وأن مجتمع القراء ينمو بشكل كبير، كما تشهد بذلك أرقام المعارض السنوية للكتب، وهو متلهف لتلقي ما يروي ضمه للمعرفة والثقافة والأجيال. أكرر شكري لفريق عمل مؤسسة الإمارات للآداب لما يبذله من جهد سعيا لنشر رسالته في إثراء المشهد الثقافي في الإمارة وفي الدولة، وكل ثقة بأن نتائج هذه الشراكة
ستجسد على الواقع جيلا مثقفا ومنتجا ومنفتحا على الآخر. كما أشكر لكم حضوركم مرة أخرى، مقدرا للكثيرين منكم تكبد عناء السفر لمسافات بعيدة للقدوم إلى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة الآخرين خلاصة تجاربهم، راجعا للجميع تجربة شيقة ومثمرة على مدار اليومين القادمين. والسلام عليكم ورحمة الله.